سالم صباح الخير. صباح النور. سالم الهاجري بينك سالم من الساعة 6:30 قاعد نقول لكم انه راح يكون معنا. ليش؟ لانه هو مو بس مصور وايد شاطر وصوره تفتح النفس، لا الريال راح يعلمنا شلون ممكن بكل بساطة احنا تليفوناتنا هذا اللي بيدك وبيدك وكل اي تليفون يفضل ايفون دائما يكون هذا الشيء افضل لك ان صور افضل. ادري الناس وصل اكل، لا تاكل طالعين لحظه شكلك حلو خلاص صورك، بس تطلع الصوره فيها شيء غلط، شنو هو هذا؟ راح نسولف عنه وشلون هو هد وظيفته الاساسيه عشان يروح يركز على شيء هو وايد يحبه، الا وهو ما في احد ما يحب هذا الشيء السفر والتصوير. احلى شيء انت ممكن تتمناه. اول شيء، هل انت انسان صباحي ولا انسان مسائي؟ كل شيء. من السفر كل شيء. اوكي، فالحين انت يمكن تكون جت لاك. لا اوكي، الصدمه انه من وصلنا من هونغ كونغ. شلون كانت الصدمه؟ صراحه خياليه. اوكي، رهيبة. وانصدمنا ان فيها كذي الطبيعة والمباني والاكل وزحمة ناس. بس كانت يعني تحتاج لها اكثر من اسبوع. اوكي، بس انا اؤمن ان اي مدينة اروح لها 4-5 ايام وايد كافية عليها. لا في اشي صح، بس مدينة مو ديرة. اوكي. هونغ كونغ ترى صغيرة جدا، بس انت قاعد تتكلم عن عدد اكثر من 8 مليون بهالمدينة الصغيرة. واو. اي بس انت رحت نيويورك؟ رحت نيويورك. اوكي، نيويورك اكبر ولا هونغ كونغ اكبر؟ لا نيويورك اكبر. اكبر. ونيويورك يعني 8 مقسمة على البوروز المختلفة، يعني مو بس نيويورك نفسها، فيعني وايد زحمة. زحمة بشكل لا يوصف. بس الصدمة ان التكاسي جدا رخيصة وجدا سريعة توصلك للمكان، يعني على الزحمة هذه ما شلون مرتبين. اي رهيبة والجو حلو بس رطوبة. اوكي، حق الناس اللي تقدر تطوف الرطوبة طبيعي. الليمون على دبي راح يمون على الرطوبة بأشكال مختلفة يعني. زين، إذا قلنا أن أنت الحين قبل شوي كنا قاعد نسولف عن إيش كثر هذا الشيء مهم أن الواحد يعرف أنه هو بيده جهاز يبي يصور، بس يا أخي ما أدري أنت صورك غير أو فلان صوره غير، شنو هو العامل الأساسي اللي يخلي أمور معينة تتصور أحلى بوجهة نظرك من شخص ثاني؟ أوكي، في نظرة معينة مثل إذن الموسيقية، في عين تشوف وتقول لحظة هذه الزاوية، بس بالكاميرا كل شيء يطلع غير. على حسب شنو بتوصل بالصورة. الصورة توصل لك رسالة. مثلا أروح مثلا مكان دولة معينة أو مدينة، أنا جدا سعيد بهالمكان، بس الصورة أو المكان مو حلو. فلو تكون عندك النظرة راح تطلع المكان نفس الإحساس اللي قاعد تحسه، مو المكان نفسه. أوكي، سالم أتوقع أن أنت رفيج الكاميرا بس مو رفيج الميكروفون. لا. اوكي، فشويه بيك تقرب الميكروفون صوتك. اوكي، عشان بس صوتك يصير اوضح. زين، اذا قلنا هذا الشيء صار لسنين، فمعناته انه هو تطور على مدى خلينا نقول كم سنه اللي فاتت؟ تطور بشكل كبير. بالكم سنه اللي فاتت؟ يعني متى قمت تقول الله صوري حلوه؟ قبل 3 سنين يمكن. اوكي، بس ما كانت عندي ثقة ان مثلا اطلعها للناس. كان حسابي برايفت وكنت اصور بسناب شات عشان بعد 24 ساعة تروح الصورة. اوكي، بس قبل 2 سنين تقريبا شفت ان الناس قاعد تصير كابتشرز على الصور. قاعد يطلبون ان مثلا حط لنا اياها، نبي نحطها باك جراوند بالضبط او شيل الكلام منها. فصار عندي اوكي خليني اخلي مثلا يومين بالاسبوع ان انزل كل الصور واعدلهم حق الناس. واو. فصار في طلب على الصور. عجيب. وهني بدأت فكرة حسابي بالإنستغرام. أن من دام الناس قاعد تطلب الصور الحلوة، قلت ليش ما أعلمهم شلون يسوون هالصور؟ وهذا اللي بدأت فيه، رتبت شكل حسابي وبدأت أعلم الناس على كل شيء قاعد أتعلمه اليوم. ممتاز. زين، أسئلة على سريع جدا جدا جدا، صورك بالإنستغرام منو اللي صورك؟ وكل سفراتك أغلبها تكون بروحك صح؟ هذه السالفة. ولا ما تبين الناس اللي معاك يعني؟ على حسب، يعني آيسلند مثلا كل الناس قاعد تسألني وأنا رايح آيسلند بروحي. أوكي. ما كنت ما أعرف أحد هناك. فكنت مثلا أحط الترايبود ومعي الريموت. أوكي. وأصور نفسي. حلو. بس كم صورة عشان تضبط؟ أكثر من 50 صورة. أوكي. كل صورة ترى، كل صورة قاعد، حتى الأكل اللي قاعد أصوره أو سفرات. كل صورة لها يمكن 40. لأن في تمسح. مسح وعدل وأشوف شنو أحسن واحدة اللي ثبتت أو طلعت حلوة. أوكي. فبأيسلند بدل الترايبود، ومرات لما يكون ربعي معي فأقول له أنت بس خليك ثابت، بس أنا راح أحط الجهاز هني، أبيك بس تضغط هذه. بس لا تسوي شيء. لا تألف، لا تختار زاوية. أوكي. لا تنزل. لا تختار. عتضبط. وتضبط. أوكي.
اللي تعبتها معي كان بايسلند واحد امريكي معي بالباص ما عارفه ولا يعرفني ما عارفه قلت لا انت راح تصير صديقي الحين اوكي راح اقول لك وين توقف تصورني وانا مستعد اصور لك واعطيك صور حلوه اوكي اوكي قال خلاص تمام واتفقنا حبيت التعاون اي وضبطني يومين بعد اه اي ثالث يوم شفته بالصدفه بعد لا كمل كمل احتاجك هذا بايسلند لكن احيانا الواحد يكون مثلا مسافر بروحه او يحتاج انه احيانا مو يصور نفسه لكن الالهام من الصور هل ايه انه مثلا الله هذا مكان حلو ولا لحظه عيني قاعد تشوف شيء ابي اركز عليه اكثر من غيره احساس لما تحس انك سعيد بالمكان راح تطلع صوره حلوه لو شنو موجود لو ما في حتى ليتات زين هذا بالنسبه حق تصوير الاشياء تصوير الناس تصوير الناس راح يختلف تماما عن تماما عن عن المباني مثلا وتصوير مثلا الحيوانات صح. عن الناس كلش يختلف في زوايا مختلفه في الاضاءه تختلف كل شيء يختلف شغله مره قريتها سالم يقول لك ان اذا تبي مثلا خلينا نقول الحين تصور نوف كذي اوكي نوف مثلا بشكلها كذي عادي لكن تبي تضيف لها شيء تخلي الصوره لها عمق اكثر وقيمه اكبر مثلا خل مثلا تمسك تليفونها تمسك بالضبط. ورده تمسك جنطتها اي شيء كذي بس خلي يبين شيء اللي الواحد يبدأ يقارن ممكن ما أدري صح وبنفس الوقت الشخص دائما لا تصوره وتقول له بصورك يعني وانت قاعد تقول له بتصوره صوره الحين يعني قبل لا يكون جاهز للصورة بس ما يحبون صورهم كذي اللي ما يحب كذي لا تصوره ولا يقول لك انا مو هذا بروفايلي ما احس هذا لا تقول لي مو هذا بروفايلك خلاص خلني اصورك وش وش بالضبط وثاني شيء التعديل على الصور لما يكون في شخص صعب جدا لانه ممكن تغير لون الشخص نفسه صح فهذه مو نفس لما تغير لون مبنى عادي الاكل بعد نفس الشيء الاكل ما تقدر تضيف فلاتر او شيء لانه راح تختلف شكل الاكل صح. ما راح تشوفونه بالصدفه على طاري الاكل القهوه لها مكان وايد واضح بكاونتك حيل شنو قهوتك اليوميه امريكانو شكرا شفتي شلون هات ولا كولد هات اكيد شويه ملك ولا بدون ملك nothing اوكي شكرا اسفين احنا انا قهوه تركيه مو راضي اعترف ان انا احب قهوه تركيه بس هذا مؤخرا مؤخرا بس بكثره يعني قاعدين على القهوه التركيه احس ان كافيينها وايد اعلى من كافيين الامريكانو انا احس ترجف راب. لا 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 شوفني اشرب حتى مالتكم سماد خلينا نكون واقعيين أوكي. نفس الشيء على حسب في وايد فرق بين التراب والكلمه اللي قلتيها اوكي فنسحبها خلاص نسحبها شكرا اوكي زين اللون الاصفر شنو سره مع سالم اللون الاصفر كهو الاصفر هناك شوف الاصفر هناك كل مكان اي عطافك امس كنت لابس قميص اصفر اي المفروض اليوم المفروض كان اليوم بس للاسف ليش الاصفر الاصفر كنت احبه من زمان بس بين معي بايسلند اول ما وصلت ما كان عندي الجاكيت الاصفر اوكي فوصلت حسيت المدينه كامله لونها كذي يعني عرفتي كذي رصاصي إيه اسود ماكو شيء ماكو الوان فدخلت المحل قاعد اطالع الجاكيتات ولا يطلع الاصفر شيء قدامي اللي قلت اعطيني هذا فيوم جربته قلت جريء شوي شلون راح اطلع بحسابي بهالشكل بس خذيته وجازفت ورحت صورت عند الجبال اللي شفتوهم واول صوره صورتها فيه هي اللي طلبوها ابل اوكي صار جاكيت الاصفر خير عليك فاي غيرت صوره الاكونت خليته لونه اصفر غيرت الهايلايت بس لايق لك الاصفر يعني الحين لما أحبه. اشوف سالم او اسمع اسم سالم اربطه باصفر ترى فهذا شيء صعب ان انت تسوي والله حقك انت شيء ايه. بالضبط فاي الاصفر حسيت فجأة كذي من قررت إنه مثلاً أوكي راح أبين أكثر أصفر طلع بكل مكان موجود. إذن لون قول لون ثاني حق سالم. تركواز. تركواز ليش حسيته بنفسجي؟ مع الأصفر ترى ربع وايد. أحب تركواز حلو. هو الأصفر صحيح. بالضبط. يبي لك كذي جنطة لونها أصفر بتركواز. أصفر لا طلال. لا 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 يا أصفر يا تركواز. مع بعض أحس زحمة. فلوس شوية تبي تشترين اثنين. إيه هذا هو. إذن لو يقولوا لك تقعد سنة كاملة بديرة واحدة بس ديرة واحدة ها شنو راح تختار أي ديرة؟ فارس ترى على فكرة هو اللي حببني فيها صدق؟ أنا ما كنت أشوفها بالعين شيء رحت لها مرتين وبالمرتين عيني مغورقة أبي أرد أبي أرد قلتي لي عنها بس قلت راح أغيره راح أغيره راح أغيره تكفى سوي تدور كامل انا الشيء الوحيد اللي اعرفه من باريس هو رفيجه اريك بس كله بس هذا هو وجاي باكر جاي باكر هو سؤال اريك يبتسم ولا ما يبتسم يبتسم بس اوكي بس من الناس اللي ما يحبون الكاميرا ايه ليش تتوقع الناس تخاف من الكاميرا
مع انه من الناس اللي قاعد يساعدني حيل بالانستغرام يرك هو جرافيك ديزاينر دائما يعطيني نصايح وكذي. هو قبل 3 سنين قال لي روح للانستغرام خليك من سناب شات. قلت له لا عندنا بالشرق الاوسط كلهم بسناب. قال غلط روح انستغرام. يعني كان عندنا بالشرق الاوسط لين امس ترى امس بعد ما وقف الانستغرام والواتساب الناس ترى كان بالعكس ترى كان لانه كان نسبه كبيره وطاح طيحه بعد الابديت بشكل رهيب. بس امس استخدمته لما علق الواتساب والانستغرام زيت مسج منه للاسف امس. تدري شو ضاق خلقي لما رفعت تليفوني وبطلت سناب زيت مسج منه صار فيني الله الله يا نوب لا يشوفونك لا يشوفونك. انا اذا انتست الستوري عندي بالانستغرام اكمل هناك. اوكي لان في ناس تنترس احيانا الستوري. اوكي زين اول مره اسمع ان في ستوري نقط صغار. ليش لا لان الانستغرام ترى حدك 100 ستوري زياده تمسح الاولى فكل ما زدت كل ما فهذا حدك. ومنكم نستفيد ما كنت اعرف. انا اذا نزلت ستوريين ما يصير في ايش دعوه ما حد قاعد يتفاعل طبعا ما تدري عن الناس تبي اسرع سريع اختار هذا او هذا. اوكي بالسفر انت تفضل طبيعه او مدينه؟ مدينه. بحر او سهر؟ بحر. بحر. أوروبا ولا آسيا؟ أوروبا. أوكي. بروحك ولا مع ربعك؟ بروحي. ما تتحمل ديرة وايد باردة ولا وايد حارة؟ وايد حارة. أوكي thank you. لكن تعلمت من أقول لي من هالدول هذه راح أعطيك إياها أسامي مختلفة قل لي تعلمت منهم كذي كذي كذي. هونغ كونغ شنو تعلمت منها؟ بساطة المدينة. السرعة بالمدينة شلون تخليك تفكر سريع لأن المدينة جدا سريعة. أسرع من نيويورك؟ إي وايد حيل أسرع من نيويورك. يعني عادي إذا ما مشيت بسرعة دعموك و... عادي كأنك مو موجود أصلا. أوكي زين تعلمت من أيسلندا؟ أيسلند تعلمت منها اشياء كثير. ان الطبيعه احنا ولا شيء بالنسبه للطبيعه. ان الانسان ولا شيء. لا عندنا صحراء. لا لا لما تشوف هناك راح تشوف هناك عندنا حتى اسامينا يقرعون جو حار. هناك صدمه انه بركان. عنده غبار. ما عنده غبار. شكرا. لا الحلو انه بركان فوقه قطعه ثلج وقاعد تسيح. أيوه؟ لأن تحت والله بعدين تنزل أنهار وشلالات كل هذا تشوفينه وفوق هذا تشوفين الحصن وال شيء خيالي راح تنصدم كلهم مع بعض. اي تنسى التصوير تنسى انك مثلا تبي اكل تنسى كل شيء بس قاعد طالع كذي. زين تعلمت من نيويورك؟ تخلي الواحد يفكر يكون مور كرييتيف تحس ان الدنيا فيها فرص كثير. هذه نيويورك بالنسبه لي تحسسك انه تبي تشتغل تعطيك انرجي انه لازم يصير شيء. ليش قاعد شو قاعد تسوي؟ كل الناس تشوفهم قاعد يشتغلون فتحس انه تعطيك مجال انك تفكر مره ثانيه. باريس كل شيء. الحب. راح ندش في التفاصيل. الحب. انت رحت ايطاليا؟ رحت ايطاليا. وين بالتحديد؟ رحت روما. اوكي. وسردينيا؟ سردينيا الخياليه. شو اللي تعلمته من سردينيا؟ سردينيا راحه. تعلمت ان صدق الواحد يحتاج بريك الحين من كل شيء. من كل شيء الحين مع الانترنت من التليفون والكاميرا. اكيد انا يومين هناك سكرت تلفوني ف راح صدق مع الوقت لان هناك يمكن 2000 شاطئ مثلا نقول فتحس ان صدق انا احتاج اكون بروحي الحين ما كنت احس بهالشيء. ومع الوقت الحين سريع وتشتغل وكله تلفون وكله انترنت فتحتاج هذه اللي سويتش اوف مخك بالضبط. مو تلفونك المخ. اي رحت هناك بصور بس ثاني يوم ثالث يوم حسيت ان لحظه لا ابي اخذ راحه. سالم وايد سوالف حلوه معك لكن ابي اطلب منك طلبين. شنو اغنيتك الجايه؟ احنا نضيف الناس اغاني ما نقدر نضيف قهوه فنضيفهم اغاني. سؤال صعب اي جدا. اجنبي مثلا؟ تقدر اسمع اجنبي؟ لا. اوكي فرنسي؟ لا. واو استخدم اغانيهم بس. استخدمها في فيديوهاتي بس ما ادري. خليك من هذا عيل خلي اغنيه علينا علمنا شغله واحده. شوف هذه اللي قاعده هني بيني وبينك هذه وايد شاطره بالتصوير. اي اوكي انا احاول يعني لكن ودي يعني لا يقدر. علمني شغله واحده. اوكي ومع مستمعينا بتليفوناتنا اذا سوينا هذه الحركه الصور دائما تصير وايد احلى. اخر فيديو سويت علاش اخر فيديو نزلته اللي هو شرح لايت روم. لايت روم. اي اوكي رسمي راح تصير صوتك حلوه.
تصور الصورة أن تكون أول شيء لح يصور على جنب. أوكي. هذه لح يصورها. يعني مثلا الحين خلينا نقول نبي نصور إحنا على الأشياء ولا على الأشخاص أكثر؟ أشخاص ناس أي شيء الصورة لازم تكون سيدة. 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 لا حد يصور شيء على جنب على بنا صايد زاوية. أوكي. لا. أوكي. خل تلفونك سيدة. كل شيء سيدة. لا تفنتك. لا تسوي لي ما لش هذه ما لش. هذه وقت الأمهات شو يعني؟ لا ويحركونها يمين. يحركونها يسار. دوخة. خلي المتابع يحس إن الصج هذا اللي قاعد يشوفه يعني أنا ما قاعد أشوفك على جنب. كل شيء صورة سيدة هذا أول شيء. ثاني شيء لا تصور صورة الليت فيها عالي جدا أو منخفض جدا. يعني صاميليم يعني. يعني إيه خلي يكون الليت ناس ما تشوفه بعينك. أوكي. في ناس قاعد يصورون أي صورة ورا يكون أبيض حيل وهو مباني. شلون صار كذي أبيض؟ هاي شغلات نرفز. في ناس يحبون الإكسبوجر يكون وايد عالي على وجوههم عشان يخفي بعض العيوب. إيه وكذي نام بالصورة كلها. ما خلاص صورة واحدة. بس في عيون وفتحتين ما تلخص. ولا يصير لونه برتقالي على بني أبي يكون بروند. مو حلو والله مو حلو والله. غلط غلط. شو قلنا أهم شيء إن الكاميرا تكون ممسوكة بشكل سيدة. سيدة. تليفونكم. رقم اثنين الإضاءة. الإضاءة جدا مهمة. نعم. والفلاتر تساعد 50% من جمالية الصورة. لكن الفلاتر أي واحدة فيهم؟ عشان كذي حطيت هايلايت. بالضبط. الفلاتر مثل لايت روم. توني حطيت نزلت فيديو عنه. هذا كل صوري الأخيرة كل ستوريات تشوفونها كلها منه وعلمت الناس بالضبط شنو قاعد أسوي. مرة ثانية يا جماعة الفلاتر مو قصده اللي يسوي ويهي ولا شنو ولا قطوة ولا لا مو هالفلاتر الصجية. أنا بسأل سؤال. أنا الحين عندي مشكلة. شوف أنا عندي أنا كنوف أصور ناس أحلى من صور طبيعة. أي كل واحد أخو كل مصور أصور طبيعة عادي ما عندي مشكلة. الحين في شيء اللي معقد حياتي بالهذا كله لما تيجي الحين بتصور صورة أكل يطلع ظل. صح. شلون يروح هذا الظل المليق هذه اودي مني اجيبه مني اسوي حركه تغيرين مكان الصحن لان في ناس ما ودهم يتحركون تاخذينه مثلا صوب الدريشه تروحين بعيد الصحن يتحرك. اي تاخذينه صوب صارت كل مطعم زحمه طال لا شيل الصحن ما في زحمه تطلعين هذه وين رايحه صحننا اذا بتطلعين صوره حلوه لازم شوي فيها اخذي الصحن مثلا قريب عند الدريشه عند لايت اقوى وتصورينها من بعيد بعدين تسوي لها كروب اوكي عشان تكون الظل برا صحن. اوكي اوكي. تدري من قاعد اشيش اني ابدل تليفوني؟ عفوا؟ لحظه عفوا؟ انت قايل لي زي مستشيش انه بالتصوير؟ هو اوكي اقسم بالله قاعد تصورني اوكي انا غلط اعترف غلط قدام الملا غلط باختيار التليفون. ابل نزلوا تليفوناتهم ايفون 10 10 اس قصدي و 10 اس ماكس ونزلوا الار. اي حلو؟ الار زين. الاخت كانت تقول شنو؟ انا راح انطر لما ينزل الار اللي هو بعدهم نزل. شوف هو الار تدري شنو الحلو فيه؟ الوانه حلوه. الوان الصوره. اوكي. لا والله بيرفكت. بس يعني البورتري ما في بورتري. هذا اللي البورتري حق الاشخاص بس مو للاكل. حتى الاشخاص ترى مو نفس اللي عندكم ولا نفس القديم يعني ما عجبني فكرة. انا ما ادري شنو فكرتهم بس قالوا اكثر الار حق شغل. من انه يكون حق تصوير ويعني حق ايميلات وهالسوالف قالوا الار اتوقع سرعته حلوه اي والشحن فيه شوف بس الماكس الوانه حلوه بس الماكس خيالي الماكس خيالي لكن ما في افضل منه اي الار الوانه حلوه للامانه انا شدني الاصفر بالار بس كنا راح نلبس كفر بالنهايه يعني شوف راوي كفرك ما والله شوف عشان تقنع نفسها انه لونه حلو راوي خلاص طلع راوي الريال الكبر راح اصوره شوف خلاص لا لازم اغير راوي الكاميرا بعد الكاميرا لا راوي الكاميرا اللي قاعد يشوفونا على التلفزيون خلي يشوفون سالم خلاص يا الوقت اني لازم اغير تليفوني لازم ما راح انطر شهر 9 طلاق اقول انطر شهر 9 راح ينزل جديد بس لما قعدت مع شخص معين كان يقول لي لا الاول ما ادري كم شهر ينزلون هذا الابديت اللي لازم لا حلو 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 الحين اغير ولا ما اغير الحين هذا الشخص بتصدقينه ولا انا انت هذا مشكله لا الحين لا تغيرين ننطر شهر 9 يمكن في شيء. سالم قال لك اياها. اي يمكن انت قلت لي اياها بعد. يعني انتم الحين اهم اثنين بالنسبه حقي يعني انا اطالعهم بهالموضوع. ما شاء الله ما شاء الله. انا مهميت بعد للست. لا تغيري الحين لا تغيري الحين. لا خلاص اوكي انطر شهر 9 سالم شكرا لوجودك معنا. يعطيك العافيه وسوالفك وايد حلوه وتصويرك وايد احلى. نتمنى لك المزيد من النجاح. ان شاء الله. بهالصيف هذا وين راح تكون؟ شنو بتسوي؟ شنو بدون دعايات؟ اي اوكي كثير دواء. اول شيء راح اكون بدبي. اوكي. بعدها راح اكون بايطاليا ان شاء الله. اوكي. بعدها هذيلي حق شنو؟ ايرلند. دبي دعوه من مطعم معين. مطعم بعدها في دعوه ثانيه. اوكي. من انستغرام. انستغرام نفسهم. يس. برافو. اي والله. برافو.
بعدها عندي إيطاليا هم دعوة. أوكي. وأيرلند. أوكي. هم دعوة من أيرلند نفسها. اللي هم توريزم بورد مالتهم. بالضبط. برافو. ورمضان بعد عندي دعوة ثانية من إنستغرام. وايد حلو. وشهر ستة عندي سويسرا. أول من توريزم بورد. ميكانوس أو إبيزا ما ينادون. ما ادري لحد الان في في كيب تاون بعد اوكي وبعدها ان شاء الله ما ادري. انا بس ابي اركز على نقطه واحده. هو كان بوظيفه مختلفه تماما وكل البعد عن اللي هو الحين قاعد يسويه. ف صار فيك شيء مثلا مت مليوع ولا لا؟ بالعكس. اذا عندك شيء توصل له وعندك فكره وعندك استراتيجي يعني تعرف انه يوم من الايام راح توصل المكان هذا وقاعد تشتغل وتجتهد راح توصل له. بعدين شوف انا احس الابتسامه اللي على وجهك الحين مرتاح. إيه أحس هذه ما كانت موجودة قبل. لو شنو كان شغلك اللي قبل مريحك شنو كان المعاش كان زين في ابتسامة هذه ما تنشر بفلوس. بالضبط. هذه في راحة ولازم الواحد ترى يجتهد يعني. في الناس عبالهم إني إنه قاعد تجيني فرص شيء فاضية أو إنه ولا أنت مريح قاعد ببيتك بس كذي ما يدرون إنه مرات قاعد أقعد من النوم أحس إنه ستوري بيخلص لازم أنزل شرح. ما يدرون إنه مثلًا لما أسافر أنا قاعد حتى ما أدخل أصور فلازم لازم أصور أقوم شيء صدق أنا تعبان اليوم أروح أصور مثلاً 15-20 صورة وأرجع أسوي لهم أدت وأكتب لهم إن الصور كذي بعدين أقول لهم عن الأماكن الموجودة حتى لو ما أبي أسويها. بعدين ترى استمرارية ترى القصة كلها يعني 8 شهور الستوري ولا مرة صار فاضي. بعدين ترى أنت من أوائل الناس اللي مسكت تلفونك تصور فيه تستخدمه كبزنس. يعني أذكر أنا أول مرة قعدت مع بينج سالم كان تو بداياته فلما قال لي إن أنا تشي أسوي انبهرت صار فيني. في ناس يعني يعني قدرت أصلاً قدرت التلفون أكثر. أحد الأشخاص راشد كان عنده مطعم وقال لي هو أول شخص قال لي سالم أنا حاب تصويرك أبيك حتى لو تصور بتلفونك. فما كنت أشتغل مع مثلا مع مطاعم وبتلفوني بديت أصور بزنس وعندي يعني شيء زادت ثقة إني أصور أكثر بتلفون وإن التلفون قاعد يوصل الناس مرحلة ممكن ما يتوقعونها. بس كثر من صورة الأرنب هان قناع كثر لأن بلشت فيها ويجيب لي الحصان ويجيب لي الحصان ترى دورت غير الأرنب بس هذا يخرع أمستردام تلقاهم بأمستردام أنا وياك ضروري طيب الحصان هذا اللي رحنا للمجمع العود ما اسمه اللي فوق ديرفة عرفته؟ لا صدق والله اي دام اتوقع اسمه شيء شيء كثر حلوه وايد حلوه الطريقه بس في ناس يخافون منه خل كيفهم خلي عادي سالم الهاجري معروفه بانستغرام باسم بينج سالم بي اي اي ان جي سالم اس اي ال اي ام شكرا على وجودك معنا في نغمه صباح السؤال فايد حلوه معك الحين نبي صوره كذي ها ناريه يلا خلينا نسمع الاغنيه الحين باني ام